بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذه الحلقة بإذن الله سنتكلم عن معادلة الاحتراق التام لكحول الميثانول. أخذنا هذا التطبيق لكونه متواجدا في التمارين للسنة الثانية أو السنة الثالثة من التعليم المتوسط، ومن جهة أخرى لكي ندعم طلبتنا بتطبيقات إضافية فيما يتعلق بالمعادلة وكيفية موازنتها. إذن نظمنا هذه العملية في هذه الخطوات التي نحتاجها وتكمل بعضها البعض. إذن فإذا قال مثلا يحترق الميثانول احتراقا تاما بواسطة الأكسجين ليعطي لنا ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء، فيقول لنا في السؤال الأول: ما هي مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول؟ فنجيب بهذه الطريقة: الجملة الكيميائية تكون قبل التحول على المستوى العياني، نتكلم عن أنواع الكيميائية يعني المواد الموجودة في البداية، ثم نذكر المواد الموجودة في النهاية. فإن المواد الموجودة في البداية تتمثل في الميثانول، كحول الميثانول، وثنائي الأكسجين، اللذان يتفاعلان مع بعضهما فيعطيان لنا ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء. الآن على المستوى المجهري، الأفراد أو الصيغ الكيميائية. إذن فالميثانول صيغته الكيميائية CH3OH، ثنائي الأكسجين O2، ثنائي أكسيد الكربون CO2، بخار الماء H2O. لننمذج بالنموذج الجزيئي هذه الصيغ، فهذا النموذج الجزيئي للميثانول والنموذج الجزيئي للأكسجين. ربما يتساءل السائل يقول: لماذا نستعمل جزيئين من الميثانول؟ لماذا لا نكتفي بجزيء واحد؟ سيجيب التفاعل عن ذلك. يعني إذا أحضرنا جزيئا واحدا من الميثانول مع جزيئات أقل من ثلاثة من الأكسجين، فأكيد لن يعطي لنا ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء، بمعنى جزيء واحد لا يكفي لذلك. لذا استعملنا جزيئين، وهذان الجزيئان يحتاجان بالضرورة إلى ثلاث جزيئات من الأكسجين لكي يكون الاحتراق تاما ويعطي هذه النتائج. إذن لنلاحظ، نشرح هذه المراحل. فحينما يتفكك جزيء واحد من الميثانول، لاحظ مما هو مكون: من ذرة كربون واحدة وأربع ذرات هيدروجين وذرة أكسجين واحدة. يعني أنت إذا فعلته مع جزيء واحد من الأكسجين يكون لديك في المتفاعلات ثلاث ذرات أكسجين. كيف توزعها هنا؟ سينتج لك جزيء من ثنائي أكسيد الكربون، مقبول، وتتبقى لك ذرة من الأكسجين تشكل جزيء الماء مع ذرتين من الهيدروجين وذرتين أخريين من الهيدروجين. ألا يحتاجان إلى جزيء آخر من الأكسجين؟ حينما تستعمل جزيئا ثانيا فقط، ستتعامل ذرة واحدة مع ذرتين المتبقيتين من الهيدروجين، وهذه الذرة المتبقية لك مع من تتعامل؟ إذن لهذا فأنت مجبر على استعمال الجزيء الثاني. وفي هذه الأثناء لاحظ، سيكون لدينا ذرتين من الكربون، ها هما ذرتان من الكربون، و ذرتان من الأكسجين زائد ست ذرات من الأكسجين
يصير لدينا 8 ذرات من الأكسجين. إذن ها هي 8 ذرات من الأكسجين. لديك 8 ذرات من الهيدروجين، هنا 4 وهنا 4، ها هي 8 ذرات من الهيدروجين. ولهذا تصبح الآن المعادلة متوازنة. إذن فنكتبها بالصيغة الآتية: معادلة التفاعل كما ذكرنا أو معادلة الاحتراق، لدينا جزيئين من الميثانول، جزيئين من مادة الميثانول، زائد 3 جزيئات من الأكسجين كما نلاحظ، يعطيان أو تعطي لنا جزيئان من ثنائي أكسيد الكربون كما هو مبين معنا، و4 جزيئات من الماء. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها. وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنتطرق إلى الاحتراق التام للإيثانول. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.